اليوم نحن ندخل في مرحلة فيها شيء من الخطورة، باعتبار أن الفعل ورد الفعل بين المسلمين أوجد مذاهب متنوعة وأوجد مذاهب مختلفة، وصار قيمة المذهب عندما يريد أن يؤكد سلامة نفسه أنه ينقض المذهب الآخر أو القول الآخر، ولو كان هذا القول معتمد على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جزء من دراستنا في فقه التحولات، بأن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظهور علم وعلماء وأئمة وظيفتهم النقض ووظيفتهم القبض، فهم لا يعيشون إلا على حساب الآخر، ولا يجدون في المجتمعات حل لما تعيشه الأمة، ولكن يساعدون إلى حد ما الشيطان على إيجاد الفتنة بين الشعوب والحروب والفتن وإسالة الدم والذم. وهذا الأمر لا يحتاج إلى استدلالات إذا قرأنا الواقع على حقيقته في دائرة المتدينين وفي دائرة المسلمين أنفسهم.